قال سليمان بن سرد رضي الله عنه كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد الغضب خلق ذميم وهو من الشيطان الرجيم وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بعدم الغضب ثلاث مرات لانه سبب للخصام ووقوع ما لا تحمد عقباه ينبغي للمؤمن اذا اصابه شيء من ذلك ان يسارع بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وان توضا وغير مكانه كان ذلك حسنا حتى يذهب عنه غضبه